And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دارك راي كيو 8. واليوم نعتذر ما في اور وذ سمباي هذا الشهر، نفس ما انتم شفتوا براين كان وايد مشغول، انا انشغلت، وايد شغلات صارت على بعضها، فما في شهر هالشهر اور سمباي. ان شاء الله الشهر الجاي، لكن راح اسوي مثل فرشه سريعه على البطولات اللي صارت. هذا موقع ليمتلس تي سي جي، احط لكم اللينك في الديسكربشن. راح نروح على اربع بطولات اللي هم تشيلي سبيشال ايفنت، ريجنال بريطانيا، وريجنال بامريكا اكسباندد، وسبيشال ايفنت في دبي. راح اعدي كوريا وراح اعدي اليابان، بطولتين باليابان، اللي يبي يشوفهم خليه يروح يشوفهم، بس لان الفورمات وايد غير عنا وما انا بطولها وهي صغيره. نبدي في تشيلي سبيشال ايفنت، اصغر من ريجنال طبعا واكبر من ليج كاب، حضرها 110 ماسترز، عدد حلو حق سبيشال ايفنت. عندنا توب 8، هذول التوب 8 تقسيمتهم كالتالي: 1 2 3 4، نشوف 4 اللي هم بلس فلون نيجنيدل. الصراحة إذا 4 موجود في توب 8 معناته الدقة ينتشروا بسرعة كبيرة. عندنا 1 2 مالامر، وبعدين عندنا 1 زوروارك، 1 شكل سبتايل. الحين راح أمر على شكل سبتايل. هذه لستة بلس فلون جي اكس ونيجنيدل على السريع، اللي يبي يشوفها، اللي هو انترستد ان ذا ان اني متا دك راح يحطون الليسته. انا ما يهمني الدك شلون يلعب الامانه، لان اذا تبي متا هذول يعني متا بيبل، ام نوت متا جاي، بس ان يعني اوريك ان مو نيجنيدل جي اكس ذس نيجنيدل، والفكره انك طق وايد دامج بسرعه وعندك نيجنيدل يسوي لك شغل وايد. تمام، الدك اللي ام انترستد ان صراحه اللي هو اللي هو الشكل سبتايل. خلينا نشوف شكل سبتايل 3 2 2 سبتايل. سبتايل هذا اللي ما تعور من جي اكس، اذا عليك جراس انرجي هذا ممتاز حق بلس فلون. تمام، وشكل جي اكس اللي انت ما تتعور من دامج اي واحد عنده 2 انرجي واقل، فالكومبينيشن انه من يحط انرجي وايد بلس فلان، من يحط انرجي شويه زورو وارك. فانا يعني اسوي مثل كفرج على نفسي من ناحيه سبتايل ومن ناحيه شكل، صراحه انترستنج ايديا. عندك جراف ريك، put two cards from your opponent discard pile into the lost zone. اذا واحد يعتمد على الديسكارد بايل، ما ادري اي دك بالضبط، لكن في لا يوتيليتي ما حطه عبط. عندنا كاربينك من لوست اند يور بوندك ستامب فور اول داون كلوزنج داون تو ذس بوكيمون. اتوقع في شرانجنز وان شوت على يمكن اني دراجون بوكيمون مع باور جم، يمكن ستيفن 4 ستيفنز ريزولف سنثيا لوسمين. اتوقع مثل يعني الدك نفس ما قاعد تشوفون صايرة على ترول دك، أكثر ما أنه يعني أنا بحط دامج وايد كثر ما أنه راح أشق اللي ضدي شق وخليه يتحسف أنه لعب لعبة بوكيمون. فهذه بطولة تشيلي، نفس ما تشوفون ريبريزنتيشن حيل قوي من بلس فلون نيجنيدل. اللي بعده بطولة الريجنال مال بريطانيا الهيرغيت، حضرها 488 ماسترز، وهذا عدد وايد قوي بالنسبة لبريطانيا. إذا أثبت شغله اثبت ان لعبه بوكيمون قاعد تزيد وقاعد تقوى في كل مكان بالعالم. ليش هذا الواير هني كنا حزام امان، وماذا ليش انا لابس السماعات؟ ايه سماعات حق شنو؟ اقول يا جماعه في شيء غلط في الفيديو، سماعات شنو؟ ما ادري شنو قاعد اسمع. تمام، اللي فاز البطوله نشوف من فيليب شولز، فازها زرا جارادوس. خلينا نشوف اللسته على السريع. ماجيكارب اي جارادوس اللي هو ذس دامج فور ايتش ماجيكارب ان يور ديسكارد بايل. عندك زورو، الفكره ان انا عندي زورو وارك، عندي بعدين هذا عقب ما اسوي سيت اب حق الكل، عندي ديتو بريزم ستار يشيل الدك، الون ماك يشتغل مع ديتو بريزم ستار عشان يعني يسوي ديناي حق تابو ليلى وبوكيمونات اخرى. وعندك وايد شغلات يعني مثلا بروفيسور الم ليكتشر يجيب 3 ماجيكارب و3 ماجيكارب تقطهم في زورو وارك وتقطهم في الترا بول، امور وايد الدك صراحه روعه. يعني على قولتهم نسيت ان هاو جود بروفيسور الم ليكتشر مع هالجارادوس، ما يعلى بالنا، وهذا تذكرها
وفاز في البطولة. بعدين دكين من إسرائيل عليهم لعنة الله بلسفلون نيجنيدل الغزاة العداة كيفي ستريمي كيفي مو عاجبك اني قاعد سب إسرائيل أنا سبسكرايب أنت ما تنتمي إلي. المهم ما أدري صار وضع سياسي لكن هذا أنا كيفكم عاد. عندنا زوروارك ناين تيلز ملامار سبريد عندنا بسيميان تابو كوكو انترستنج انترستنج أربعة تابو كوكو تو بسيميان الدامج فار ايتش بسيميان ذيس اتاك ذيس فار ايتش بنش بسيميان وعندنا البسيميان هذا اللي ذيس اتاك ذيس نوت افكتد باي ذيس از يور بنش ذيس بسيميان اتاك ذيس 30 مور دامج تو يور اوبوننت اكتف بوكيمون تمام. فم مثل بسيميان شنانيجن مع تاكو كوكو سبريد دامج الدك صراحة شكله مرتب يعني في جود روك دك بشكل يعني شكل جميل يعني نفس ما نشوف الريجنال خذ له تشكيلة حلوة مع وجود اثنين مالامار واثنين زارو ارك بتشكيل يعني واحد منهم يونيك دك بشكل جميل وعندنا واحد جرامبل ما راح اروح على جرامبل لان الدك جرامبل. هذا كان الريجنال مال ولازلنا نشوف يعني بلس فلون نيجنيدل يعني وجوده في كل بطولة يعني أثبت أنه من الدكات اللي يوصلون على طول التوب ولازال أنه أشوف الدك هذا روعة جدا اللي هو زورو والقرادوس عليهم لعنة الله. المهم عندنا أنهايم إكسباندد هالمرة بطولة إكسباندد اللي إنترستد ما راح أشوف ولا دكليست لكن أوريكم على السريع حضرها 508 ماستر والإكسباندد ويحضرها 500 لاعب لعبة بوكيمون قاعد تزيد بشكل خيالي. هذول التوب 8 نشوف طبعا سازمتود أكيد عندنا فيسبيكوين فليريون إنترستينج صراحة رايكوازا زاروارك زورو غارب عندنا بازو لايكروك زورو غارب وعندنا لوكاريو لوكاريو هذا الشكل انترستينج خدش على لوكاريو ريولو لوكاريو زايغارد بازوال باختصار شديد اللي يسمونه فايتينج تول بوكس قبل فهذا فايتينج تول بوكس وفيه لأن عندك بناها كورينا هي اللي تشيل الدك مال فايتينج كورينا اكسباندد فهذا هو اللي انترستينج ان اكسباندد هذا الاكسباندد يعني قاعد تشوف وجود زوروارك اربع دكات زوروارك مو شويه اكسباندد ملعب زوروارك باختصار شديد حتى شوف التوب وايد في زوروارك بشكل مو طبيعي اكسباندد ملعب زوروارك فاللي بيشوف الستات اكسباندد هني. اخر عندنا ربعنا وحبايبنا من الامارات وحضرها 21 لاعب حضور طيب من الامارات ونشوف اثنين من أستريا وبريطانيا تخلخلوا على قولتهم المراكز ونشوف واحد اثنين ثلاثة بلسفلون نيجنيدل الدك لا زال يثبت وجوده عندنا واحد جرامبل وعندنا الدك المليق اللي هو غاردفوار سوامبرت الولن ما ادري شو اسمه اخوي خالد انا اعتذر لكن الدك انا ما احب هذا تمام وعندنا بازوال قارب ويفايل فاز فيه أخونا سلطان مبروك يا سلطان أذكر سلطان لعب ضدنا في الكويت ضد الإمارات إذا أنا مو غلطان هذا الدكليست مال سلطان يعني من اللي قاعد أشوفه من الفورمات حاليا مجرد تلخيص هذا الليستس اللي يبيهم كلهم موجودين ما قصر أخوان الإمارات وربع لمت لستي سي جي ساعدوا الإمارات وخذونا على قولتهم إلى هذا هذه الليست حلوة شكلها بس نيزل وترابش غاربدور سلاغما بيسك مثل تول بوكس تايب الدك اني افوز على الكل عندي غاربدور عندي ويفايل وعندي بازوال كفرج عالي مع رينبو انرجي وعندك السايكيك دارك فايتنج انرجي قاعد تستخدم بشكل طيب هني فيعني امر جدا جميل وهذا بالنسبة للفرد حاليا يعني من اللي قاعد اشوفه في يعني ثلاث ذكات هم اللي قاعد توصل رقم واحد وبأعلى كنسيستنسي موجودة عندنا اللي هو بلسفلون نيجنيدل تحت سنوبول وتحت سنوبول يعني عادي هيت المس ساعات لكن تشوف فيصعد واختفاء عجيب حق ريكوازا لأنه كي اللي قاعد لعب ريكوازا خلني يلعب بلسفلون أحسن لي يعني نفس الفكرة باتل ريزلت زوروارك ومالامار يعني ياخذ لهم مكانين بازول ياخذ له مكانين يعني من يعني عندك الثلاث امور واختفاء كبير
حق لوست مارش يثبت لك ان لوست مارش كان هايب. انا عن نفسي انا وايد احب العب لوست مارش, وهذا الدك اللي راح اتم عليه في الفورمات هذا, لان انا احب الايديا مالت لوست مارش, مو عشان متى, لكن اختفاء كبير حق لوست مارش خلال 4 بطولات, وهذا كان الشهر الحالي في بوكيمون تي سي جي. انا اعتذر عن مرة ثانية اور ذا سمباي بالانشغال, وهذا كان علاقتهم فيديونا المتواضع مجرد فرشة سريعة. ادري ما رحت ان دبث, مجرد بس ان اللي مو منتبه انبهة, اللي مو عارف عارفه. انا بالنسبة لي ما اهتم يعني حق الامور هذه, انا ادراذر ست وسوي دكاتي الكويركي حاليا. انا ما عندي يمكن ولا متى دك, عندي لستندر وعندي بويزن دك وعندي دك الثالث مالي حتى نسيت اسمه من كثر ما انه نسوي دكات من الجنك اللي عندنا. فان شفت ان هالشغلة يعني تعطيني متعة اكبر في لعبة بوكيمون, اني انا الدكات نفسها اقعد اطالع اللست واسوي احط هالبوكيمون مع هالبوكيمون واسوي لي الدك, ومتعة خيالية جدا جدا يعني صراحة بلعبة بوكيمون. اني اوكي لان احنا بالنهاية ان الكويت عندنا مو اوفيشل, فليش اتعب نفسي واسوي دك متى وبالنهاية المردود قليل بالنسبة حق بطولاتنا. الفكرة اني يعني اروح متى ان بالنهاية لي مردود اللي هما championship point زائد الجوائز. احنا لا عندنا championship point والجوائز مالنا مردودها قليل جدا جدا, يعني مجرد ان تشجيع حق الشباب ان يون البطولات عندنا. فانا احفز على قولتهم الكويركي والكرياتيف والجانك ايديز اكثر مما ان المتا, لان اوكي ما عيب على احد يلعب متا, متى بالنهاية انت تبي تلعب تبي تفوز تبي تستانس, ما اقول لك لا ما خالفك, لكن مو هذا البلاي ستايل مالي انا. بالنهاية هي وجهة نظر, ما اعيب عليك ولا انت تعيب علي. بالنهاية الهدف وناس, انا شوي تعبان عشان وجهي ميت, ما عليك وعلي. لايك وسبسكرايب, ومحدثكم دارك راي كيو 8, كان معكم دارك راي كيو 8. سلام.